عن لقبها في الموسم الماضي، حتى لو كان عندها بعض من التأخر، لكنها فازت في هذا الديربي على وداد تلمسان. نعم، بعد الرزنامة الجهنمية اللي بالنسبة لجميع تشلاف لقاء وراء لقاء، نظن أنه تمكن باش يفوز بلقاء بثلاث نقاط ثمينة اللي تسمح له باش يكون ضمن كوكبة المراتب الأولى. نظن أنه يوسف تصور أنه الفريق تلمسان وقف الند بالند لجمعية تشلاف، لأنه تصور أنه الفريق شلف سجل في العشر دقائق الأولى الأخيرة ثلاث أهداف عن طريق مسعود، دقيقة 85 85 92. نعم، مسعود بنطوشة وكذلك كذلك نظن أصالح. تمكنت جمعية شلف أن تسجل ثلاث أهداف، هذه اللي راح تخليها باش تكون ضمن المراتب الأولى. لكن يوسف، هذه ربما مصطفى لقطة ضربة الجزاء الأولى اللي كانت على إطراء عرق الأشيو، سجلها مسعود بهذه الطريقة. نعم، سجل مسعود هدف، عبد الغني يقدر يأكد لي، هو هدف 14 نظن. تمكن، اسمح لي عبد الغني. نعم، تمكن مسعود باش يعني يزيد رصيده من الأهداف. وباش نعود في اللقاء يوسف، يعني شفنا أنه وفاق تلمسان اللي بعد النتائج الإيجابية يعني طاح من فريق اللي عرف كيفاش يستغل طريقة التسجيل. بالنسبة لجمعية شلف أصبح عندهم يعني الاوتوماتيزم بطريقة واضحة جدا. نعم، وحمكة المدرب سعدي اللي عرف كيفاش يوجه لاعبيه خاصة في الدقائق الأخيرة، وعرف كيفاش يعطي ثقة وكذلك تركيز بالنسبة للاعبين، تمكنوا بسجلوا أهداف في دقائق 10 دقائق الأخيرة. 10 دقائق الأخيرة 3-0، يعني نتيجة، أو نقدر نقول لك أثقل نتيجة أو أثقل هزيمة لوداد تلمسان. هذا سامح لي فقط نقاطعك، مادام تتكلم على وداد تلمسان، هنا في آخر لحظات يضيع وداد تلمسان ضربة جزاء عن طريق أندرياس اللي ضيع الفرصة باش يسجل الهدف 11 تاعو. باش نعود الى النتيجه الثقيله اللي سجلها وداد تلمسان، يعني اثقل نتيجه هذا الموسم. وباش